كنقطة التقاء لدول العالم، هونغ كونغ أثبتت قوتها الثقافية. دار الأوبرا الجديدة هذه تقع في الحي الثقافي ويست كولون. هذه المرة في سبوتلايت سنتحدث لشخصيات محلية وعالمية لها دورها في هذا الميدان. دار الأوبرا التي تعرف بمركز تسيشو هي إحدى مباني حي ويست كولون، وتجاور المحطة الجديدة للقطارات السريعة. ولمبنى الأوبرا هندسة معمارية خاصة بها. كل الخطوط في المسرح تحيط به جميعها، وهذه هي سمة تاي تشي تشي، وعلامة هذه السمة هي نفسها الموجودة في تسي تشو. برنامج تسي تشو يركز على الأوبرا الصينية التقليدية، لذلك تحضر شونغ أعمالاً خاصة بالحضور الشاب. الطريقة التي نقدمها هي طريقة معاصرة. فهذا ما يرغب الفنانون الشباب بالحصول عليه اليوم. بالقرب من الأوبرا يقع متحف أم بلس، إنه ما يزال قيد البناء وسيشكل أكبر متحف للفن المعاصر في هونغ كونغ. في صالة العرض الصغيرة هذه التقينا مديرة أم بلس. بانتظار أن يصبح المتحف الكبير جاهزاً، لدينا موقع صغير في حي ويست كولون، وكما أتصور إنه مكان لاختباراتنا. أم بلس هو اليوم أكثر مشاريع البنى التحتية الثقافية طموحاً في العالم. توجهنا إلى وسط هونغ كونغ التاريخي، فوصلنا إلى تايكون. مركز الشرطة هذا الذي أعيد افتتاحه العام الماضي أضحى موقعاً تراثياً ومكاناً فنياً، فهو جزء من التجديد الثقافي للمدينة. مع ليونغ تشونغ من نادي هونغ كونغ للفروسية والذي يدعم تايكون، ألقينا نظرة سريعة على معرض الفنان الياباني تاكاشي موراكامي. الأمر كان رائعاً بشكل عظيم. خلال السنة الأولى استقبلنا أكثر من 3,500,000 زائر، أكثر مما كنا نتوقعه، ويبدو أن غالبية الناس أحبوا الموقع. لقد تمكنا من أن نصبح جزءاً من المشهد الثقافي في هونغ كونغ. موقع ثقافي آخر متجدد في هونغ كونغ وهو متحف الفن، تم توسيع مساحته بنسبة 40% لعرض الأعمال الفنية الصينية التقليدية والمعاصرة. تاريخ المتحف هو مرآة تطور هونغ كونغ. سابقاً كنا أول متحف للفن يسمح للفنانين الغربيين والشرقيين بعرض أعمالهم على منصة واحدة هنا في هونغ كونغ. نحن في مكان استراتيجي، في منطقة سياحية مجاورة لجادة النجوم. نحن أيضاً في منطقة تسيم شاتشوي، حيث يمكن أن يقصدنا زائرون من جميع أنحاء العالم. خارج المتحف عند جادة النجوم تعرفنا على الحركة الدائمة فيها وعلى آثار أيدي وتماثيل عظماء السينما الصينية. إضافة لبروسلي يمكن التعرف على المخرج جون وو والممثلة جونغ لي وبالطبع جاكي شان. هونغ كونغ شكلت مسرحاً للعديد من الأفلام، من بينها فيلم سكاي سكريبر من بطولة دواين جونسون. ننتقل من الأفلام إلى الرسم. فريد شول أسس معرضه العالمي غاليري دو موند للفن المعاصر والحديث في سبعينيات القرن الماضي. ويقول شول إن وصول آرت بازل خلال السنوات الماضية لهونغ كونغ رفعها إلى مصافي سوق الفن العالمية. لقد أتى بمسؤولين وموظفين وأكاديميين وهواة جمع التحف من كل أنحاء العالم. لقد وضع هونغ كونغ حقاً على الخريطة. ماذا دفع بابن كاليفورنيا للانتقال إلى هونغ كونغ وجعلها موطناً له؟ ما جاء بي إلى هنا غير المأكولات؟ أظن أنها طريقة الحياة. إنها مدينة مثيرة، جامعة وآمنة، لأن كل ما أحبه موجود في مكان واحد أعيش فيه. هذا كل شيء لليوم من سبوتلايت. فريق يورو نيوز يودعكم ويقول لكم تشوي جين. إلى حسن الملتقى وشكرا لكم.